S3 saya di Omdurman Islamic University Sudan. Saya terdaftar November 2017. Kemudian Juli kemarin saya datang ke sana, sudah siap disertasinya, judulnya Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim dan kontribusinya dalam penyebaran sunnah di Indonesia. Lalu kemudian ketika sudah mau disidangkan, ternyata dilihat di komputer kurang 4 bulan. Syaratnya harus 2 tahun. Sementara saya sudah selesaikan setahun 8 bulan. Jadi saya disuruh datang lagi Desember, mau disidang, mohon doanya. Semua ini cuma mau ngasih tahu aja bahwa saya cepat kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. صفحة 240 إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة أورده الذهبي في الميزان والحافظ في اللسان كلاهما الحافظ في اللسان طبعا بيكون مرة كلام الحافظ الذهبي 246 الثالث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة في مسنده حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن ابنه سعد بن أبيها عن ابنه سعد عن ابنة سعد عن أبيها الحديث هذا يختلف في صدر قال ابن الشيخ رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أيوة قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه جماعة لم أعرفه. انت هنا في حالة علم جنب راح تشوف قال الحافظ بن حجر العسقلاني رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن حديث أبي الدرداء وضعفه الدارقطني. نعم أنت في ابن حبان هذه عملت حاشية من تعلم علما مما يتقى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا أن يصيب به غرضا من الدنيا. والله أنا أتصور هنا تسكين أجراري صدر القبل الأخير وواسط طوالف وقال في الفتح أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء وحسنه الحمزة الكناني وضعفه باضطراب في سناده لكن له شواهد يتقوى بها. طيب كيف حسنه حمزة الكناني وضعفه؟ كلام هذا لا يستقيم. المؤلف رحمه الله بذكر تاريخ كتابته. أيوة. وكان الكرام من ذلك بعون الله وتوفيقه في 13 من شهر جمادى الثانية سنة 1418. ومتى توفي شيخ؟